صباح الخير عليكم، مرحبا بكم عندي في قناتي قناة فيتاجن. ان شاء الله هذا الفيديو سيكون في احسن الاحوال وتمام الصحة. اليوم وصفة جديدة، حنديرو بيتزا بالبولي صوص باربيكيو. وصفة رائعة، ان شاء الله تجربوها وتعجبكم. نعطيكم مقادير تاع العجينة، نتمنى كل واحد يدخل عندي يدير لي اشتراك ويدق على الجرس باش يوصلو كل جديد. واللي شاف الفيديو دي مينساش يديرلنا لايك وبارتاج. والمقادير كالتالي: عندي 500 غرام فرينة، عندي 200 غرام سميد رقيق، عندي نص كاس زيت مخلط بين زيت زيتون وزيت عادية، عندي مغرف خميرة، عندي مغرف سكر كبيرة، عندي زوج مغارف صغار ملح، وعندي الماء دافئ. خلطوا السميد والفرينة. جربوا هذه الوصفة البيتزا، زيدولها شوية سميد تجي رائعة، تجي بنينة العجينة. زيدوا خميرة الخبز، زيدوا السكر، وزيدوا الملح، خلطوا الماء الجافة، زيدوا الزيت، الماء دافئ، الماء حسب السميد حسب الفرينة، تولي العجينة طرية. نطمو العجينة، هاي طميت العجينة تاعي هكا تكون القوام تاعها شوية طرية هكذا. ديت لي 400 مليلتر ماء. دوك نحطها في الطاجين 10 دقائق في البيتران ونرجعو. هاديك العجينة صبغوها في بلون طراي، رشيت الفرينة فوق العجينة هاي معجونة. حطيت قطيرة زيت، نحطها تخمر، نغطيها بابي فين وخليها تخمر. ودركا نوجدو لا كارنيتور، وهي عندي صوص طوماط لي خدمتها معاكم في ميزون. حطيت 3 شوية زعتر وزوج صينيات ثوم وزيت زيتون في الكحل. عندي ثوم بودرة، عندي جبن شيدار، عندي بصلة مقطع جوانح، عندي بولي طرف جاج فضل عندكم، ولا بولي غوطي فضل عندكم، ولا لا مكاينش طيبو مورسو جاج فتتو. صوص باربيكيو دركا نحطو الدجاج تاعنا في غيسيبيون، نحطو عليه بودرة الثوم، ونجيبو صوص باربيكيو نحطو زوج مغارف كبار ونشوفو، ونتخلط الخليط حتى يتشمخ لنا بالصوص. هكا يكون العجينة تاعنا راهي خمرت. دوكا نوجدو البيتزا تاعنا. قسمت العجينة تاعي، نطرحها رقيقة
نحطها فوق السنيوة، نضغط على الأطراف، دركا نجيبو صوص طوماط تاعي، نحط شوية صوص طوماط. رابط الوصفة نخليها لكم في صندوق الوصف. دوك نحطو الدجاج تاعنا، ونزيدو شرائح البصل. دوكا نحطو الفرماج غافي، انا حطيت شيدار، نحطو نص كمية، تقدر تحطو الكغيور يجي مليح، والنصف الاخر نحطو كي تخرج من الفرن. ندخل الفرن مسخن 210 درجات، تقعدنا من 12 دقيقة حتى 15 دقيقة وحدة، والفوق تاعها راهي وجدت البيتزا تاعي، جات ولا اروع. العجينة تاعها جات خفيفة وبنينة، والحشوة رائعة، طعم رائع. ان شاء الله تجربوها وتعجبكم. واش حنقولكم، نعشقوا الفيديو، دونا لايك وبارتاج. ان شاء الله نتلاقاو فيديو جديد، هيبقاو على خير. سلام.